السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعمل عملية تدوير سريعة كده لنبات الدراجون فروت، وعمل تقليم للأفرع الجانبية اللي طالعة على الفرع الرئيسي، بحيث إن الفرع يبقى ليه جذع رئيسي، وبعد مثلا متر أو مترين نبدأ نسمح بخروج أفرع جانبية، يعني بحيث ان الفرع يبقى ليه فرع قوي يتحمل بعد كده حمل ثمار. يعني طبعا شايفين هنا الاصاري حجمها اصبح غير ملائم او اصبح صغير على حجم الجذور، فهنعمل عملية تدوير مقصود بها النقل في قصيص اكبر حجما لإتاحة فرصة أكبر لنمو الجذور، وده بالتالي بيعود على نمو النبات بنموات خضرية بصحة جيدة وأفضل. إن شاء الله النهاردة هنعمل عملية التقليم الأول للأفرع الجانبية، وبعد كده نعمل عملية تدوير. هنا مثلا عندنا فرعين هما، الفرع ده والفرع دوت. هنخلي ده هو الرفيع الرئيسي، هنسيبه وهنشيل الفرع اللي تحتيه دوت ونعمل له اكسار في قصيص. النبات اللي بعده مثلا دوت، في عندنا كذا فرع، نشيل مثلا دوت ونشيل ده وده وده ونسيب دوت، يبقى هو ده الفرع الرئيسي اللي يكمل نموه ان شاء الله. النبات اللي بعده نفس الكلام برضو، نشيل دوت وهنشيل ده وده وهنسيب ده هو اللي هيكمل معانا، وهكذا هنكمل ان شاء الله في باقي النباتات. نبدأ عملية التدوير. أول حاجة حضرنا التربة، التربة يفضل إن يكون فيها نسبة رمل من 40 لـ50% تقريبا، والباقي الخليط ممكن يبقى تربة طينية، ممكن يبقى ألياف جوز الهند، ممكن يبقى بيتموس، المتوفر عندك يعني. ونجيب قصيص أكبر شوية من اللي كان موجود، ونبدأ نزود التربة في القصيص الجديد. بعد تقريبا ملء تقريبا ربع القصيص، وبعد كده نقلنا القصيص القديم في القصيص الجديد، وهنبدأ نكمل باقي القصيص بالتربة. وبكده نكون أتمينا عملية التدوير والنقل في قصيص أكبر قليلا، وإتاحة فرصة أكبر لنمو النبات. وعلى نفس المنوال كده بالظبط إن شاء الله هنكمل باقي القص، عشان ما أطولش عليكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وبإذن الله في فيديو جديد هناخد أو هنتعلم مع بعض حاجة جديدة في النباتات والزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.